حضرتكم مرة تانية كابتن أبو الدهب، سلام عليكم. سلم صاحب ال تمام 48 هدف في الدوري المصري كابتن أبو الدهب. كابتن، يعني النهارده فكرة التهديف عند النادي الأهلي غزيرة الحقيقة. هو ده أسلوب خلاص بقى موجود، لأن أنت إسماعيلي بتكسب، تكسب الجونة برضه بعدد من الأهداف. وهو الحقيقة برضه الراجل عنده كده، كان يقول لك بيمشي على 3-0 أو 3-1 أو 4-1، يعني عنده دايما الحالة الهجومية بتبقى موجودة وبيساعدك لعيبة. النهاردة رضا سليم موجود، حسين شحات موجود، بيرسيتاو موجود، أحمد عبد القادر يا رب إن شاء الله يرجع بالسلامة إن شاء الله. عنده المنطقة دي، بالإضافة بقى اللي أضاف له النهاردة أو بيضاف خلاص بقى للنادي الأهلي أسامة أبو علي. رايك في يعني اضافه وسام، هل ده ساعد اكتر للحاله التهديفيه للنادي الاهلي يا كابتن؟ هو وسام ابتدى يفكرني بالفتره بتاعت ازارو، انه واخد ثقه في نفسه قوي جدا وبيلعب وفي استمراريه في اللعب، فابتدى ياخد ثقه في نفسه جدا، بانت قوي في البنالتي. يعني هو طريقه لعبه للبنالتي صعبه جدا، حطها بطريقه صعبه جدا. انت هتقعد تمجد في البنالتي والله العظيم؟ لا، ده ضرب الجزاء. لا مش فاهمني عايز اقول ايه. ايوه انا عايز اتكلم، يعني عايز اقول ايه كوره، لان انا اتكلمت فيها في الاول. هو حطها، انا ما سمعتش. يعني ايه هو حطها بطريقه صعبه جدا عليه، هو صعب على الجون وصعب عليه هو اللي حطها بالطريقه دي، ناتجه عن ثقه في نفسه جات له انه هيحطها في الحته دي بالطريقه دي. بالزبط. انا بقول للولد بقت عنده ثقه في نفسه عاليه جدا من استمرار انه ياخد ماتشات. احنا برضو عندنا مدربين بتألف كتير جدا، زي جوميز، زي كولر برضو في دلوقتي. يعني انا في ترجي مش خايف من الاهلي، اي حد يلعب مش خايف من الاهلي. انا خوفي من كولر ان نيجي نتفزلك في التشكيل وفي التغييرات، فنقوم نتعب لاعب عليه واحد منتومان. ما انا بقول لك اهو، يعني انا والله العظيم بتكلم جد. انا معلش، في اوقات يعني مثلا نادي الزمالك عنده، ما عندوش فرقه، انت جاي تعمل تغير وتلعب ناس جديده، دخل الفرقه امبارح مع سموحه، فانت خسرت، انت المسؤول امبارح. فانا بتكلم في كولر انه لو حط تشكيل صح، انه يكسب المباراه من بدري او يخلص الماتش من بدري حسب ما هو عايز من الماتش. عايز مثلا تعادل يبقى هيعمل ايه، عايز يكسب يعمل ايه. وانا شايف انه يلعب جيم مقفول على قد ما يقدر، لكن يلعب على المرتده كويس قوي هناك، اظن الترجي يبقى ايه سهل جدا انه ممكن يجي فيه جوان. ماشي. فانا مش عيب يا كابتن، وطبعا مش عيب، ده الريال بيعملها دلوقتي. يعني انا عايز اقول لك حاجه، لو لعب مشكله مصر، مدربين في مصر لما يجي يلعب النادي الاهلي زي طارق عاشر محمد النهارده، كل ميوله في التشكيل من قدام لورا او من ورا قدام كلها دفاعيه بحته، حتى اللعيبه مش قادره تعدي، ولو عنده فرصه يعدي ما بيعديش برضه، واقف هو عايز يامن. يعني انا استغربت جدا لطارق عاشري لحد الجون الثالث انت برضه واقف. انا شايف انت فاهم ازاي واقف ثلاثة انت عايز ايه؟ انت خايف تفتح للدرجات دي؟ انت ما عندكش ثقه في لعيبتك ان انت ممكن، يعني هيجي فيك جوان كتير، وخايف من السكور انه يجي فيك جوان كتير. طيب انت جربت بعد 4 ابتديت تعمل تغييرات وشكل فرقتك كويس، طب انت لو عملت كده من الاول ايه اللي هيحصل؟ ما انت هتلعب يا في ندي النادي الاهلي. بس هو للاسف هو المدربين بيبقوا خايفين يلعب مع النادي الاهلي جيم مفتوح، انه هو ليه العذر، يعني هو ليه تفكير وليه العذر بصراحه. لعبت النادي الاهلي ممكن لو لعبت جيم مفتوح معاه ما تقدرش. مثلا ما انت عندك البنك الاهلي كسب الاهلي كابتن، وكسب كان جيم مفتوح 10 على 10. فهل المدربين ما بياخدوش يعني او يفكروا ان ده ممكن يحصل، ان انا لو لعبت جيم مفتوح نوعيه اقدر اكسب النادي الاهلي؟ مدرب غير مدرب، فكر مدرب غير مدرب. عنده ثقه في لعيبته ازاي؟ يمكن بتاع البنك طارق يمكن عنده ثقه شويه في لعيبته انه تهاجم، والظروف خدمته. انت في جول للنادي بنالتي، النادي الاهلي بنالتي مثلا، تبقى 4-2 4-2 غير ما تبقى 3-2 والجيم مفتوح لسه. لكن لو هو البنالتي تتحسب للشحات لما جت في اي ايد ايمن اشرف، لو كانت جت بتحسبت كان يبقى 4-2، كانت تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، خلاص الماتش اتقتل. لكن هو النهارده الماتش قتل النادي الاهلي، قتل الماتش بدري جدا 3، وكمان نزل الماتش الجون الثاني الرابع طبعا المفروض خلاص بقى طارق عاشر ابتدى يفوق، ابتدى يعمل تغيرات، ابتدى يبقى شكل الجيم عايز يهاجم وهاجم، وبقى شكله كويس الشوط الثاني وشكل الفرقه كويس. يبقى الفرقه عندها الطبع الهجومي اللي ممكن تهدد بيه النادي الاهلي، ولكن هو ما نفذش الكلام ده كله، كان النادي الاهلي خلص الماتش بقى. طيب كابتن، واحنا